المسيره ديال الدار البيضاء. انا غير باش ما نتهربش من السؤال لان حنا في واحد الاطار اخر، ولكن ملي طرحتي السؤال نجاوبك. انا طرح عليا هذا السؤال، ما رايك؟ انا تنقول من منطلق حرية التعبير، كل مواطن يقول شنو بغى، واش هو مع هذا او ضد هذاك، واش مع الحكومة او ضدها، هذا لا ارى فيه عيب. ما اراه عيب وما يمكنليش نحكم ونعطي الراي ديالي، وهو ان لحد الساعة ما تعرفش شكون اللي دعا لهذا المسير. لا اعرف، لا احد يقول انني انا هو اللي دعيت لهذه المسيرة. لو كان يعني معروف من دعا إليها يمكن نقول الرأي ديالي، نقول بأنها أوبورتونيست ولا صائبة ولا كذا. بصراحة لما قريت فعلا تدوينة ديال السي مصطفى رميد، وحتى قبل الرد ديال وزير الداخلية السي حصاد، أنا قلت أودي أن السي رميد والسي حصاد ماشي اختياريين اللي خداو باش يسيروا الانتخابات، فهذا جاء في إطار منظومة، في إطار توجيه ملكي، في إطار تعيين ملكي اللي قال لهاد الوزارة بجوج لأنها هي قريبة من الانتخابات غادي تشرفوا على الانتخابات. إذا كان هناك مشكل ما كيتحل شيء بالتدوين أو كذا، تيجلسوا هاد الناس على طبلة وتيقول له أنا يا راه ما شاركتش في هاد المسألة، أو شاركت في هذه، أو خديت هاد القرار، أو ما خديتش هاد القرار. ولكن يعني من ناحية التدوين لا اعتقد ان السي مصطفى رميد حتى في تدوين قالوا واخا قال بان انا ماشي مسؤول على ما يقع، لا اعتقد انه يمكن ان يتخلى عن مسؤوليته وهو يعني مسمى من طرف اعلى سلطه في هذه البلاد.